الحمد لله وبعد، فقد تلقت الأمة الإسلامية جمعاء نبأ وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي رحمه الله. ومن أبرز ما اتصف به الشيخ كونه يميل إلى منهج التيسير وكذلك التسهيل في باب الفقه والأحكام في المسائل العملية المعاصرة. وهذا يعني سواء اختلفنا في بعض المسائل أو توافقنا معه، هذا يعني شأن أهل العلم عبر القرون والأعصار أنهم يختلفون فيما بينهم، ولا ينبغي شدة النكير في هذا الباب، وكل مجتهد وكل يؤخذ من قوله ويترك، وليس أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم السلام. وأيضا كان رحمة الله عليه له عناية بفقه الواقع، وهذا أمر ضروري جدا، حيث ينبغي لنا أن نفهم الواقع وأن نتدارسه بشكل صحيح حتى ننزل عليه الأحكام والفتاوى بشكل صحيح يطابق الواقع وحقيقته وماهيته. وكان رحمه الله له تواصل جيد وملموس مع كل العلماء عبر أرجاء المعمورة، ولم يكن يعني يدعو على الانغلاق على مدرسة معينة أو إقليم معين تتبعه منهج أو مدرسة معينة. وهذا بلا شك أنه يفيد في عدم التعصب لترك العصبية لمذهب معين أو نحو ذلك، وكذلك أيضا يفيد في الإثراء العلمي وتعدد الآراء ما لم يكن هنالك سعة يعني في هذا الباب، وفتح لباب الاجتهاد والاستفادة من الجميع، ويعني كما قلنا عدم التعصب لقول أو رأي معين ما لم يكن يعني نهي مؤكد صريح فيه دلالة من كتاب الله وسنة نبيه. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.